السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لهذا الموقع من الإخوة والأخوات حفظهم الله تعالى، أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. وبين يدي الإجابة أذكر بحمد الله وشكره والإكثار من ذكره في هذه الأيام الطيبة المباركة وتلك الليالي الطيبة المباركة. لقد قال تعالى: والفجر وليال عشر، وقال تعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذكر إن كان مستحبا في كل وقت وحين، إلا أنه يزداد استحبابا في هذه الأيام الطيبة المباركة وكذا هذه الليالي الطيبة المباركة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. ولقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. فمن أجل ما يفعل في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله عز وجل، ويكفيه فضلا أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. ثم لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك رغبة في الأجر والثواب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون ما إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل أبو العباس: هل تجب الأضحية؟ لا، الأضحية سنة مستحبة لا تجب. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبش: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فقوله أراد أحدكم أن يضحي تفيد أن الشخص قد لا يريد. فالأضحية سنة مستحبة عند الجماهير، من ثم فقد قال أبو مسعود البدري: إني لأدع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. بارك الله فيك يا أبا العباس. يقول: بارك الله فيك يا أخ أشرف، الله يحفظنا وياك يا شيخ محمد عدلي وأنت طيب. محمد رضوان ناوي للأضحية، ولكن أخذت من أظفاري اليوم، واصل وأتمم أضحيتك. قال لزوجتي: تحرمي علي إلا برضاك، إن غشيها دون رضاها يكفر كفارة يمين. هل دعوة المؤمن التقي غير الغافل الذي لا يصلي؟ كيف يكون مؤمن تقي ولا يصلي؟ لم أفهم. هل يجوز المحرم أن يلبس ما يسمى بالسابوه في القدم، وما كان يسمى قديما بالبلغة، وجهه مفتح كشبكة؟ لا مانع من ذلك ما دام لا يغطي الكعبين. وجزاك الله خير يا محمد بن رضوان. كيف توزع الأضحية على الوجه المتيسر لك؟ ليس هناك نص ملزم بتقسيم معين للأضحية. عليه 60 يوما بسبب تعب وأيام قضاء، وأنا أصوم رمضان لكن مش قادر أصوم،
وحاولت النهاردة تعبت جدا وهبطت جامد جدا، ماذا أفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأيام التي عليك من الممكن أن تصومها في فصل الشتاء، هل الأفضل لغير الحاج يوم عرفة التفرغ للدعاء فقط طول اليوم؟ لم يرد ذلك، أمر واسع. وحفظك الله يا أبا أحمد وسلمك من كل مكروه وسوء، وجزاك الله خيرا. هل صحيح الفرق بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ ورد حديث بذلك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، من تركها جحودا لها، أما من تركها تكاسلا فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فما دام قد دخل تحت المشيئة فقد خرج إذن من دائرة الشرك، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خروج دم الخراج هل يجوز أن أضحي به؟ خروج دم يعني إذا كان في الكبش عيب واضح ظاهر ابتعد عنه. هل إرسال الأضاحي إلى بلاد المسلمين الفقيرة أفضل من أن يضحي الرجل في بلده؟ كلا، بل التضحية في بلدك أفضل، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأنت لن تأكل منها. نعم، الأكل منها مستحب، ونحن نقول بالاستحباب. ما الذي ورد في عمل غير الحاج يوم عرفة؟ ليس ثم إلا الصيام والذكر. ما كيفية دفن الميت؟ تدفنه بطريقة اللحد أو طريقة الشق؟ واسأل أي واحد يعلمك هذا عمليا. رجل قال في سره وهو غضبان من زوجته: لو خرج الطالق في سره لا يقع به شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حكم صيام العشر، هل أستطيع أن أنوي نيتين بالصيام ديون رمضان؟ لا بد أن تحدد النية. بارك الله فيك يا محمد رمضان. هل يجوز أن أخرج ربع العشر من مرتبي كل شهر بنية زكاة المال؟ من ناحية الجواز يجوز، لكن زكاة المال لها ضوابط: أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول. هل يدخل ترك الصلاة كليا مع من لم يتم الركوع والسجود؟ لا طبعا، يختلفان. حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا أقربن مصلانا حديث ضعيف. هل غسل نجاسة الكلب في غير الأنية سبعا وبالتراب واجب؟ لا يجب. حكم صوم السبت لا بأس به، أما الحديث الوارد: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، فالعلماء لهم فيه أقوال، منها قول الإمام أحمد رحمه الله: إن أصول الشريعة تخالفه. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت. استدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، وهذا سيوافق السبت حتما.
وكذلك استدل بحديث صيام الست من شوال، فهذا سيوافق السبت حتما إن لم يكن هذا العام فالعام المقبل. وكذلك حديث الحث على صيام الثلاثة البيض من كل شهر، هذه تخالف في متونها حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولقد قال الإمام مالك رحمه الله في حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم هذا حديث كذب. قال أبو داود منسوخ، قال أبو داود من، وقال النسائي مضطرب، قال الزهري ما زلت أتقي التحديث به. ما هل من مهل قط وما كبر من مكبر إلا بشر بالجنة، لا يثبت هذا الخبر. هل تارك الصلاة لا يقبل دعاؤه؟ الأمر إلى الله. تارك الصلاة إن كان قد قالها، إن كان قالها عفوا، إن تركها جحودا فهو كافر، إن تركها تكاسلا فهو مسلم. فضل التسعة من ذي الحجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ما جزاء من فطر مسلما؟ هل له مثل أجره؟ هو مأجور. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمثاقيل الذر تكتب. أما حديث من فطر صائما فله مثل أجره فضعيف. نحن ومن والدفن يكون رأس الميت ناحية الغرب. حدد السؤال يا محمد. القروض البنكية حرام، أما الاضطرار فإذا تحقق فالضرورة تقدر بقدرها. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الصوم بنية القضاء والعشر، لابد أن تحدد النية. هل كلمة الحق عند السلطان الجائر يجوز أن تكون يجب أن تكون أمامه؟ تبلغه سواء أمامه أو بعيدا عنه وتبلغه. وعيد الإسبلخ يقع على القمصان والأبيات على كل مسبل، لأن الرواية الأخرى فيها المسبل والمنان عمت. شراء عقد عمل في أوروبا من أجل تجديد أوراق الإقامة، إن كنت مضطرا إلى مثل ذلك فعلته. هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان ونية العشر الأول من ذي الحجة؟ لا يجوز، لابد أن تحدد النية، هل هي فرض أم نفل. هل يكره أكل الأجانب لأنها تحيض؟ لا يكره أكل الأرانب. هل تجوز مصافحة رئيستي في العمل؟ سلم السلام عليكم بدون مصافحة. قالت عائشة ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. أشتري سلعة للبيت من مالي الخاص، عندما يسألني أبي أو أخي يخبرهم بسعر أقل خوفا من المشاكل. يعني هل أبوك هو الذي يأخذ منك؟ عفوا، ألا أنت تأخذين مالها من مالك الخاص أو من أبيك؟ وهل هناك أفضلية لعمل عقيقة لأولادي في يوم النحر؟ ليست هناك فضيلة، هذه عبادة ونسك، وتلك نسك عبادة ونسك. حكم السفر إلى القمر، ما سافرت في هذه الرحلة. صحة حديث من خرج إلى صلاة مكتوبة متوضئا فله أجر الحج المحرم، لا يصح. وبارك الله فيك يا أحمد. صحة حديث حكم زيارة الأماكن التي فيها تماثيل، إذا كنت ذاهبا للتباهي لا تذهب، إذا كنت ذاهبا للاعتبار والاتعاظ فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين
لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حديث الرسول عن براءته مما يعيش وسط المشركين، الحديث ضعيف ألا هو حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، حديث ضعيف الإسناد. هل النصارى كفار؟ نعم النصارى كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قص الأظافر قبل الأضحية واجب أم سنة؟ قبل الأضحية لا واجب ولا سنة، قص الأظفار ليس بسنة، أعني قبل التضحية. ما صحة لا ترد السيل ولو جاء على فرس؟ لا يثبت بهذا اللفظ. ابن عمي كان يؤذي أمي بدون علم، أمي ماتت وأنا مقاطعة، أعف واصفح ولا علي ذنب؟ عفوا، هل يجوز لي الأضحية وإن علي دين؟ سدد الدين أولا، أما الجواز فجائز لكن الأفضل سدد الدين أولا. حج عن نفسي العام السابق إن شاء الله يحج السنة هذه حج عن أبيه، قال وأسكن في مكة لا أذهب إلى عرفات مباشرة أم أذهب إلى منى؟ إن كان لك مكان في منى فلا بأس أن تتبع السنة وتبيت في منى وتصبح في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس تتجه إلى عرفات، أما إذا لم يكن لك مكان فيمكن أن تذهب إلى عرفات رأسا. الكوكاكولا حلال ما فيها مشكلة. حديث فاطمة لك بكل قطرة دم عند شهود الأضحية لا يثبت، تالف الإسناد. امرأة أهدت إخوة دون إخوة آخرين مالا وعقارا، هل هي مذنبة إن لم تعدل؟ ليس هناك عدل في الإعطاء للإخوة، قد تعطي أخا أفضل من الآخر، أما العدل في الأبناء. هل يسرع الفطر بعض الأيام؟ الأسئلة الطويلة نحتاج اختصار. لم يثبت أي حديث في الأبدال. هل يسرع الفطر في بعض هذه الأيام بنية الجمع بين حديث أم سلمة؟ حديث أم سلمة ضعيف، لا بأس به يا مهدي. هل عمل حساب جاري في بنك فيه شبه أي سحب وداع فقط؟ لا بأس بذلك، الضرورة تدفعك إلا ذلك دفعا. الأضحية أولى من العقيقة. هل التقيؤ بسبب المرض ينقض الوضوء؟ القيء لا ينقض الوضوء. ينزل دم من أسناني ولا ينقطع بسهولة وينزل أحيانا أثناء الوضوء، الدم لا ينقض الوضوء. وسلمك الله يا أختي منال. وصلت الصلاة في التحيات وفي مجموعة عمل وجماعة أسلم وأصلي معهم ولا أكمل؟ أكمل. وقت خروج المتعجل والمتأخر من منى بالتحديد بعد يوم جمرة اليوم 12 ورميها يكون بعد الزوال أي بعد الظهر يوم 12 أو بعد الظهر يوم 13. أحبكم الله. هل يجوز للرجل أن يضحي لأمه؟ يجوز أن يضحي لأمه. دخلت مكة غير محرم عن طريق جدة وتجاوزت الميقات وحججت، فماذا علي؟ عليك دم. هناك فارق بين ما إذا أهللت من الميقات ولكنك لبست ملابسك، وفرق بين أن لبست ملابسك ولم تهل من الميقات، فالأخير عليها دم والأولى أنت بالخيار، إما دم أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هل يصوم من العشر من هو بمكة لأداء الحج؟ هو مخير.
لكن يسن أن يفطر يوم عرفة معي مبلغ تجاوز حد النصاب يحال عليه الحول وعليه ديون، أقسم الديون التي عليك وأخرج زكاة المبلغ المتبقي. حكما يقول إيمان في القلب ويصفح الأجنبيات ويبرر المعاصي، هذا شخص ضال مع هذا مسلك المرجئة والعياذ بالله. يعني يشرب خمرا ويقول لك الإيمان في القلب، يصافح النساء الإيمان في القلب، شخص يسأل إماما في المسجد في حكم التلفظ بالنية في الصلاة والإمام يقول هذا مستحب، والمأموم متبع هذا الكلام لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول بالله تعالى التوفيق، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في أي عبادة، أما لبيك حجا فهي إهلال ليست نية، أما نويت أن أحج لم ترد. ما زكاة الراتب؟ ليس على الراتب زكاة إلا إذا جمع منه ما بلغ النصاب وحال عليه الحول. الله يوفقنا وإياك يا كريم. إذا نسيت أن أقرأ سورة أخرى بعد الفاتحة في صلاة الفرض علي شيء؟ ليس عليك شيء، البنوك شأنها واحد. هل يجوز صيام بعض العشر وترك بعضها؟ نعم يجوز. هل يجوز القضاء في هذه الأيام بنية القضاء؟ لا بأس. هل يجوز أن أكل من زرع يروى؟ هل التروية عن النفس والخروج للمصيف حرام؟ ليس بحرام، لكن تكونين في أماكن بعيدة عن الشر والفساد. دفع فلوس لقطعة أرض لغرض البناء، ما المشكلة؟ حكم عناقة النصراني صديقي في العمل، ما العلم أنه الذي يبدأ بالعناق؟ أنت رجل أو امرأة؟ رجل لا بأس، من الممكن لن تأثم إذا كنت امرأة فحرام طبعا. قراءة التحيات في التشهد الأوسط هي أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد ورد أثر عن أبي بكر وعمر في سنده مقال خفيف، كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف وهي الحجارة المحماة. هل أموات يردون علينا السلام عند زيارتهم؟ لم يرد ذلك. الله يسرنا ولك الحج يا جنة الرحمن. حكم السهر بعد العشاء للحاجة؟ لا بأس. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد العشاء وقال لهم ما من نفس منفوسة يأتي على مئة عام وعلى ظهر الأرض، يريد بذلك انخرام قرنه. حكم صلاة جماعة ثانية وهناك صلاة جنازة في نفس المسجد، لولا أن تصلي الجنازة بعد ذلك تصلي الجماعة الثانية حتى تغنم الفضيلتين. وفيك يا علي أبو مهية. فضل صلاة الفجر في المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام من يجتمع فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. حكم المواظبة على شرح كيفية صلاة الجنازة قبل كل صلاة، هذا إملال للناس، إملال للناس وأيضا استهجان استخفاف بعقول بعضهم، خاصة إذا كان الموجودون من عمار المساجد. هل يستحب صلاة ركعتين خلف المقام بعد طواف الإفاضة؟ نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حكم شراء ربع عجل وتوزيعه، إذا كنت تعتقد عقيقة عن أضحية عن واحد أضحية عن واحد فلا بأس. حكم الجنازة بعد العصر؟ لا بأس بها.
لا اقرأ التشهد إلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. حكم لا حكم رش البرفان في الصيام لا يفطر. حكم الأخذ من شعر قبل أن يحرم بالحج في العشر من ذي الحجة، هو الأخذ من الشعر متعلق بالأضحية، هل أنت ستضحي أم لا؟ إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. هل النصارى كفار؟ أجبنا على أن النصارى كفار منذ زمن، بما حصلوا أنهم كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين حتى تأتيهم البينة. هل النصارى يا هلا أسميهم النصارى يا هلا، ما اسمهم المسيحيون؟ هل النصارى يأخذوا من الأضاحي؟ لك أن تعطيهم لا مانع، لك في كل ذاتك أبدا رطبة أجر. بعد الصوفية عندهم معتقدات الشرك، هناك بعض العلماء أجازوا الصلاة خلفهم مع أنهم يسجدون لوليهم. إذا ارتكبوا مكفرا لا تصلي خلفهم. هل عوق عن طفل عمره 3 سنوات؟ نعم عوق عنه، وقد عوق ابن سيرين عن نفسي على الكبر. حكم التكبير الجماعي بعد الصلوات 5 من فجر يوم عرفة إلى العصر يوم الثالث، قال من أيام التشريق، قال به بعض العلماء، أما الأكثرون فمن يوم النحر حتى 3 أيام التشريق. حكم التشقير لتهذيب الحواجب وأنا منتقبة، أجبنا أن هذا يجوز بضوابط، منها ألا تتبرجي به لرجال أجانب ولا تدلسي به على خاطب، وكذا ألا تستعمل مادة تزيل الشعر ولو بعد حين، ولا يظن بك السوء وأنت داعية إلى الله. أجبنا على حديث لا تصوم السبت في أول الدرس مرتين، فرجع إلى أوائل هذا الدرس. من نسي التشهد الأوسط يسجد للسهو. في ذا المشتريات إن كنت ستسدد في فترة السماح لك فلا بأس. نعم يا سميع عادل، إن الله قال فإذا تطهرن فأتوهن. حكم توزيع الأضحية على أقاربي فقط لكثرتهم، إذا كانوا فقراء يعني هم كلهم، إذا كانوا فقراء أعطيهم الأقارب أولى، إذا كانوا متوسطين فأهدي إليهم ولو أيضا. بارك الله فيك. شراء لحم ربع عجل من الجزار كأضحية عن نفسي لا بأس، لأن الربع أكبر من السبع. حكم قص شعر الفتاة في الأشهر الحرم، لا تقص شعرها إذا كانت تريد التضحية، أما إذا لم تكن تريد التضحية فلا بأس بقصها لشعرها. حكم الجمع بين في النية بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، البقرة لا بأس، أما شاة لا. عندي 3 أولاد ذكور ولم أوقع عنهم لأي منها الكبير في ثاني ثانوي، إذا وسع الله عليك فأوقع عنهم. الصلاة في العمل جماعة أو في المسجد أعظم أجرا في المسجد بلا ريب. ماتت الأم وتركت بنتا واحدة فقط، أبوها حي، كيف يقسم الميراث؟ تركت بنتا واحدة فلا النصف، أبوها حي، إذا كان ما زال زوجا للميتة فله النصف، عفوا له الربع، والباقي الحق الفرائض بأهلها، فما باقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. حكم قراءة القرآن بدون وضوء لا بأس بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حج التمتع هل له سعي بعد طواف الإفاضة؟ له سعي طبعا،
سبع طواف الإفاضة وبعد ذلك لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وقد قام ذات ليلة من الليل فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خاتمة الأمران ثم ذهب وتوضأ. صحة حديث طرول الأدقي أخرجه البخاري. من كانت له ساعة لم يضحي فليقربن مصلنا لا يصح. ماتت هل يجوز المرأة طلب الطلاق؟ هل من زوجها يضربها لأتفه الأسباب ويشتم أهلها ويتهددهم بالضرب؟ لا بأس أن تطلب الطلاق منهم. هل يجوز المتمتع أن يقول عفوا وهو يهلي العمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا به الحج؟ يجوز. حكم عقد الزواج من كان يسب الله والدين عند الغضب لفترات طويلة، الآن تاب الله عليه، لكن بمجرد ما يفعل ذلك تفارقه في الحال. ما حكم أكل لحم الحصان؟ لا بأس. قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ما العمل في أن الدولة أعلنت أن يوم عرفة ويوم الأحد وهو يوم العيد في بلد المنسك؟ اتبع بلد المنسك. هل يأثم من ينام بعد الفجر؟ لا يأثم، لكن يفوته خير كثير. كيف نرد على من يستدل بقول فإنما تولوا فثم وجه الله على وجود الله في كل مكان؟ أقول نستدل أن نرد المتشابه مثل هذا إلى المحكم، محكم الرحمن على العرش استوى، المحكم الله يصعد الكلم الطيب، المحكم أننا نقرأ أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أين الله في السماء؟ ولا أعتقى فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من النصوص. فالمشكل يرد إلى المتشابه، يرد إلى المحكم. طلق زوجته ثلاثا في أوقات متفرقة، في الأخيرة كانت حائضا. الطلاق واقع ولا تحل المرأة له. توفيت عمتي ولها أولاد، أخ ذكور وأخوات شقيقات. الأخوات الشقيقات سيأخذن ثلثين قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، ويرثها إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والباقي للأقارب العصبات الذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر. هل قطرة العين تفطر؟ لا تفطر. هل يجوز أن أتصدق بالقرآن والصيام عن والدي؟ لم يرد هذا، بارك الله فيك. حديث إن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى لا أعلم له سندا ثابتا. حكم صلاة الجنازة ولابس الأحذية؟ لا بأس، لأن الصلاة المعتادة تجوز بالأحذية في الجنازة من باب أولى. بارك الله فيك يا حماد الديب. الدعاء. هل قطرة العين تفطر؟ لا تفطر. هل يجب الغسل على من غسل ميتا؟ لا يجب، لا يجب الغسل على من غسل ميت بعد تغسيل الميت. أما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فلا يصح. من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله لأن تطلع الشمس وصلى ركعتين وكتبت له حج عمرة تامة 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 ضعيف جدا. هل يجب علينا أن نقضي الصلوات النوافل التي تركناها الصلوات التي فرائض التي تركناها قبل البلوغ قبل الهداية؟ نعم، عليك أن تقضي الصلوات التي تركتها بعد بلوغك، عليك ذلك.
في يوم من رمضان استخدمت البخاخة لأني كنت لا أستطيع التنفس وأكملت الصيام، أمرك إلى الله. إذا نقصت الأضحية في السن جازت أم لا؟ الأمر موكول إلى الله. حكم زيادة شعر الرأس، كيف زيادة شعر الرأس؟ إطالة الشعر لا بأس، أما القزع الذي يفعله الفساق هذه الأيام يحلق الجوانب ويطرق القبعة، هذا مخالف لحديث الرسول عليه السلام، احلقه كله واتركه كله. ثم أيضا فإنه اتباع لسان الهلكة من الكفرة. الزوج الذي امتنع فقط يا أمة الرحمن، وذلك لأن النبي ضحى عن من لم يضحي من أمته، وما أمر أمته وما نهى أمته عن أخذ شيء من الشعر، أعني من لم يكن مضحيا. هذه التكبير الجماعي بعد الصلوات، عفوا، صحة أسأل ابن عمر ما من أيام أحب لا نقضي في رمضان من هذه العشر لا أعلم له سندا. زوجنا يذهب إلى المقامات الحسن والحسين والسيدة نفيسة وغير ذلك، إذا كان يذهب يلتمس منهم كشف الضر أو جلب النفع فهو مشرك. والله يقول ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عند عدم إيجاد عمل في الحلال وجدته في الحرام، هل يجوز العمل من أجل الدراسة؟ لا يجوز، بارك الله فيك. لو حددت نية الصيام بقضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان، هل لا أخذ ثواب العشرة من شوال؟ هذه نيتك أنت، ما صمت العشرة من شوال. حكم قولي وإذا ذكر محمد حلت البركات، سكنت أقصد بركات دنيوية أخروية بأن الناس سيصلون على النبي فلا بأس بذلك، لكن إن كنت تقصد بركات أخرى بينها حتى نفهم عنك. هل خروج المرأة واجب في جهاد الدفع ولا بقاؤها في بيتها أفضل؟ جهاد الدفع إن خرجت لا بأس، بل إن أم سليم خرجت إلى حنين ومعها خنجر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت خنجر إذا اقترب مني مشرك بقرت بطنه. فقال يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. صحة حديث من قال حسبي الله ونعم عليه توكلت، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم إلى آخره، ضعيف الإسناد. هل يجوز الاختلاط في المرحلة الابتدائية؟ قد يتجاوز في ذلك، لكن الفصل أفضل وأسلم للدين بلا ريب. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبح واحد؟ الأضحية والعقيقة في ذبح واحد، إذا كان بقرة. 200 سؤال وجواب في العقيدة صعب من بعض الشيء. ما صحة مقولة الله محبة؟ كل هذا من كلام النصارى ليس من كلام المسلمين. حج متمتع أم مقرن؟ الذي تريدينه. قال لزوجتي إذا خرجت فأنت طالق فخرجت، تكرر هذا الموقف أكثر من 3 مرات. إذا كان يقصد الطلاق فالجمهور يقولون بقوة طلاق، وإن كان يقصد التهديد فيكفر كفارة يمين. العقيقة سنة مستحبة، المقصود بسلة من كل شهر بسلة ثلاثة البيض في الحديث ليس مقيدا، لكن بعض العلماء يحملها عليه. هل يجوز إعطاء زكاة لأختي تعيش معي في المنزل؟ الأولى لا، سأرجع لك. هل يلزم المبيت في من الليالي 9 للحاج؟ لا يلزم، هي سنة. هل يجوز تقديم صلاة الظهر ب15 دقيقة نظرا للعمل؟ لا لا يجوز، بل مكروه أشد الكراهية، لأنك ستصلي آنذاك في وقت الزوال، وقد نهى النبي عن الصلاة حينما يقوم قائم الظهيرة.
ما معنى كلمة في الأرجح يعني يردها إليه؟ تقدم لها خاطب وهي مطلقة وهو مطلق ومعه أولاد، وعلمت أنه يشاهد أفلام إباحية وأنا منتقبة، قال لي لا أشاهد إلا بعد الزواج، هل لا أشاهد؟ لا تتزوجي هذا الفاسق، كنت أتقي بسبب الحمل لكن أكملت الصيام، لا بأس. بالنسبة للمسافر كيف يجمع الصلاة؟ يجمع القبل مع المسافر، يجمع صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. هل يجوز أن يدفع أبو زوجي عني وعنه وعن أولادي زكاة الفطر؟ يجوز، رمي الجمرات للمتعجل وقت أذان الظهر لا بأس بذلك. هل تجوز صلاة تحية المسجد قبل المغرب؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، غير إن أخذت فلا جناح عليك. هل يجوز صيام الجمعة لأتباع في السبت ثم صوم الأحد؟ صوم الجمعة والسبت، أب وأربعة أولاد سيذبحون بقرة، من يمسك عن الشعر؟ الأب والأربعة أولاد لن تجزى عنهم بقرة. أب وأربع أولاد تجزى عنهم بكرا، كل واحد سبع، كل يمسك، إذا كان كل واحد سبع إلا هو لأهل بيت، أما كانوا بيتا واحدا فالأب فقط. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. النوم أثناء العمل لا يجوز لك أن تنام أثناء العمل إلا إذا كان العمل ليس بعمل حراسة وكنت قد انتهيت من عملك المعهود إليك به. ما حكم حديث الغلام مرتهن بعقيقته؟ حديث سنده يحسن. أن ما الاتجاه الصحيح للقبور؟ الاتجاه الصحيح للقبور أي اتجاه، لكن الميت يكون نائم على شقه الأيمن ووجهه وصدره للقبلة. البنوك كلها سواء. أبي يضع مالي في بنك إسلامي، البنوك كلها سواء، قلت لك. هل يجوز صيام الجمعة ولا أتبعها بالسبت؟ ما يجوز أن تصوم الجمعة وأن تتبعها بالسبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل التوبة مقبولة؟ نعم مفتوح، إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. استلف مني شخص 3000 ريال وكان سعر ريال لأيما 3 جنيه والآن 4.5 جنيه، يريد أن يرجعهم لي على القديم. أخذ ريالات يسلمها ريالات، أخذ جنيهات يسلمها جنيهات، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ترك طواف الوداع، ترك طواف الوداع ثم رجع لمكة بعد فترة وطاف الوداع، كان ذهب إلى غرض وراجع ولا ترك ورجع إلى بلاده؟ وضح. حكم قتل القطط والكلاب المؤذية لا بأس إذا لم يستطع دفعها إلا بمثل هذا. عندي أجل بقر عمره سنة، هل يجوز أن أضحي به؟ لا، لأنه لم يكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، فالثني من البقر ما بلغ سنتين فصاعدا، الثني من الإبل 5 سنوات فصاعدا، الثني من الغنم 6 أشهر فصاعدا، الثني من الماعز 1 سنة فصاعدا.
متابع مع دكتور أسنان بعد صلاة الظهر إلى العشاء، هل يجوز جمع العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء بعد أن انتهى من المتابعة المذكورة للدكتور؟ نرتب أمورك، يجمع الظهر مع العصر وبعدين يجمع المغرب مع العشاء، أما جمع الأربعة مع بعض لا يصح. هل صحيح أكل الذبيحة تارك الصلاة حلال؟ نعم حلال إذا ذكر اسم الله عليها. التشهد الأوسط كاملا أم نصف التشهد؟ نصف التشهد فقط. إذا صلى الرجل جماعة الأولى ومسبوق وجاء رجل عند الصلاة وصلى معه، هل يجوز هذا الفعل؟ لا مانع منه. ما معنى مرتهن بعقيقته؟ محبوس عن خير كان سيأتي له بسبب عدم العقيقة، ما الخير؟ لم يوضح. حج ليقول للناس حج ثم جدد النية خالصة لله قبل الحج، الحمد لله أنه جدد النية خالصة لله. صحة حديث أجعل لك صلاتي كلها حديث ضعيف الإسناد. لو سافرنا يوم التروية قبل يوم التروية وكان الحج متمتعا، هل بعد الطواف والسعي نحل ونحرم نحن في منى؟ لك ذلك ولا مانع منه. هل يجوز أن يدفع أبو زوجي عني وعن أولادي وعنه زكاة الفطر؟ لا مانع من ذلك. هل تحاسب الأمة على إعطاء نصيب من إرسال ابن دون إخوانه وحرمان بقية من الأبناء؟ إذا كانت هناك ضرورة دفعتها إلى ذلك ينظر في الضرورة، لأنها ستكون هبة مسببة والهبة المسببة جائزة ولا يلزم فيها العدل. كيفية سجود السهوي كأي سجدة من السجدات وليس له ذكر مخصوص. صم من الحرم يؤفطر في سنده مقال يسير. والدي عامل عملية تحويل مسار، تجوز له الصلاة في المسجد؟ سيلوث المسجد. الله يعافينا وإياك وإياه. يحرم قص الأظافر والشعر إذا كنت مضحيا أم يستحب عدم القص؟ يكره قص الأظافر والشعر، يكره. لا بأس بذبح البقرة العشار في الأضحية. حبك الله يا هيمة. إبراهيم أحسن من هيمة. الهبة المسببة التي لها سبب، كان تقول مثلا رجل مريض، عفوا الرجل له ابن مريض، يعطي له مال، لا يلزم حينئذ العدل في الهبة. هل لرجل نعم العقيقة لنفسه بعد 40 سنة؟ نعم، وقد عق ابن سيرين عن نفسه على الكبر. جمعت نيتي بين عقيقة عني ونية شفاء أيضا، هل أجزأتنا العقيقة؟ إن شاء الله تجزئ بإذن الله. الأضحية الميت لا بأس بها، الله يردنا وإياك إليه ردا جميلا. جمعت نيتي بين أنا أنظف البيت بخل الشراب، ما في مشكلة إن احتاج الأمر إلى ذلك. الله يعافيك محمود الصباحي، ما سؤالك؟ أبي يضع ماله، تكلم أجبنا على هذا السؤال من زمن. حكم شراء ورق اليا نصيب؟ لا يجوز، نوع من أنواع الميسر. هل وردت بعض الأذكار بعد الإقامة للصلاة؟ دعاء لا
لو أن الابن هو المسؤول عن شؤون البيت في بيت أبيه، من يمسك عن الحلق الذي سيفعله الأب أو يوكل، فالذي سيدفع المال هو الأب، فهو الذي يمسك عن الشعر والأظفار. هل تسقط نافلة الظهر يوم الجمعة؟ ليس للظهر يوم الجمعة نافلة، إنما الحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت، ثم الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه من الجمعة التي تليها. هل تزكى البقرة وزكى ابنها أم زكاة الأم تكفي؟ ورد حديث زكاة الجنين زكاة لأمه، لكن إن كان حيا سيذبح. طاف الإفاضة وسعى يوم 12 وكان متعجلا وترك الوداع، ثم رجع لمكة بعد فترة وطاف الوداع، عليه دم. إنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوداع عند الانصراف. هل ينقص من أجل صلاة القيام إن صليت جالسا؟ عفوا، هل يجوز أن نصلي قيام الليل قبل منتصف الليل؟ يجوز. صليت وبعد الصلاة علمت أن القبلة غير صحيحة، لك أن تعيد ولك أن تستمر على الذي كنت عليه الذي عملته. رمي العجين في المهملات في المخابز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بأس. أعلم أنه لا يجوز، ولكن أبي معه مال وقلت له اسحب المال ولم يسحبه على أي اسم. أنت لا تستطيع أن تسحب. أنت حكم الأضحية وعليه ديون، لا بأس بالأضحية وعليه ديون، لكن سداد الديون أفضل. كيفية دعاء الاستخارة؟ اللهم إني أستخيرك، صل ركعتين من غير فريضة ثم قل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خيرا لي في دينه ومعاش عقبة أمري فاقدر لي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شرا لي في ديني ومعاش عقبة أمري وعجلي وعجلي فاصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. محتاج، هل يجوز جمع العقيقة والأضحية في الغنم؟ لا يجوز أن تذبح كبشا وتقول عقيقة وأضحية. لا بأس بصيام يوم السبت إذا كان وحده يوم عرفة. الحديث الوارد في المنع أجبنا أنه أصول الشريعة تخالفه كما قدمنا في أول الدرس. لو مش تعمل عقيقة ممكن أعملها بعد 30 سنة، لا بأس بذلك، قد عقب ابن سيرين عن نفسي على الكبر. ما وضعنا على سؤالك حجب؟ حجب ما وضعنا حجب ما أعرف. هل يجوز الطلاق من صاحب البدعة؟ يجوز أن تطلبين الطلاق من صاحب البدعة إذا لم يقلع عن بدعته. بعد الإقامة يوجد دعاء أم بعد الأذان؟ بعد الأذان وبعد الإقامة دعاء أيضا. في حديث ثبت في هذا الصدد عند إقامة الصلاة، خطب الإمام ولم يثنى على الله سبحانه ولم يذكر آية ولا حديث، هل تصح صلاة الجمعة؟ تصح صلاة الجمعة. هل هناك دليل على أن موسى كلم الله في العشر الأول من ذي الحجة؟ لا نعلم دليلا، إنما يقول بعض المفسرين. قال بعض المفسرين وعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر، قالوا هذه العشر هي عشر من ذي الحجة، ولا دليل على ذلك. ومن تعيش مع ابنها هل تضحي؟ إذا كان الولد سيضحي عنه وعن أمه فلا بأس بذلك. هل العقيقة كبشان أم جديان أم كبش مع جدي؟ الأمر واسع وكلمة شاء تشمل كل ما ذكر. فالخروف يقال عنه شاء، والكبش يقال عنه شاء، عفوا الجدي يقال عنه شاء، والعنز يقال عنها شاء، والناجة يقال عنها شاء. السؤال طويل يا أخ محمود أصبحي، الله يحفظكم. لا يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر، وهذا من الضلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 يوما.
وقد سحر النبي فلم يذهب إلى ساحر. أحبك الله يا أسامة الأجاوي، هل تقبل التوبة من أحد إذا زنى ثم تاب بعد ذلك إلى الله؟ تقبل، ما هناك من يمنع قبول التوبة. حكم تقسيم المدير للمعلمين وقت العطلة والتوقيع عنهم، أما التوقيع عنهم فأسأل غيري عنها. أما العمل إذا لم يكن يتعطل وتصرف المدير هذا التصرف والعمل لن يتعطل فله ذلك. كم عدد سجدات القرآن التي وردت بالإجماعات؟ نحو من 15 آية. أما الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ منها سجدة العلق وسجدة الانشقاق وسجدة صاد وسجدة النجم. حلف القرآن بالكذب، كيف الاستغفار؟ الاستغفار من وجهين، حق الله لابد أن تعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات تذهبن السيئات، حق البشر لابد أن ترد المظلمة إلى أهلها. هل شارب الخمر لا تقبل منه صلاة 40 يوما؟ وردت في ذلك أحاديث وأحتاج إلى مراجعتها من كتب العلل. كتب الدين المدرسية التي بها آيات قرآنية وأحاديث هل يجوز رميها كباقي الكتب؟ احرقها. هل يضاف ذهب الأبناء لأموال الأب عند حساب الزكاة؟ لا، هذه لها مال مستقل. هل يلزم المبيت في منى أيام التشريق الثلاث لأنها لا خيام لنا؟ المبيت في منى أيام التشريق الثلاث واجب وترك عليه دم إلا للمضطر الذي لا يجد مكانا. من يمسك عن عفوا الله يبارك فيك يا أبا صلاح، لا يصلي الفجر إلا قليلا بسبب النوم الآثم، نم مبكرا إن قصرت تؤثم، لكن نخذت بالأسباب ولم تستطع لا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. بعض الأيام أنام ولا أسمع المنبه لصلاة الفجر، قلت لك إذا كنت تسبب لنفسك في هذا أنك تنام متأخرا وتعبث كثيرا ولا تفكر في القيام للفجر فحينئذ يلحقك إثم. المشكلة أنها معاملة بنكية ولابد من توضيحها لفضيلتكم، ممكن اختصرها على الهاتف، على الهاتف ممكن الهاتف. حديث الله أكبر كبيرا ثلاثا وكلمات الله التيماء، هذا الذكر لا يثبت. أنت لا تدفع ربا يا محمد يا محمود. الزواج العرفي الذي كثر في هذه الأيام، إن كنت تقصد بالزواج العرفي المرأة تزوج نفسها لرجل هذا زنا والعياذ بالله. أيوة، امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. أما إن كنت تقصد أن وليها يزوجها لكنها لا تسجل هذا في المحكمة فهذا زواج صحيح. جبل الطور من الأماكن المقدسة، ولماذا لا نعظمها بمصر؟ يعني ماذا تريد من تعظيمها؟ هل تريد أن تعظم الأحجار؟ لماذا الآن؟ هل يوجد دعاء معين عند إقامة الصلاة؟ حثنا على الدعاء عموما. حكم شراء سيارة بالقسط بضمان البنك ربا، مانياتي عند ذبح الغنم وعند ذبح السبع في البقرة، نيتك العقية الأضحية؟ إن شاء الله نطالع السؤال يا أخي محمود، لكن لو أمهلتنا الليلة الإرهاق إن شاء الله. مصافحة أخت الزوجة لا تجوز لأن تحريمها مؤقت من عليك، ولا تجوز أن لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تسافر بها. هل أزكي مرة واحدة قطعة أرض متروكة استثمار أم كل عام؟ إذا كانت لتجارتي فكل عام تزكى، ولكن تحدد أدنى السعر الذي إذا أعلن بيعت به الأرض، فإذا حددت السعر الذي أعلن بيعت به الأرض أربط عليه، يعني مثلا السعر 1,000,000 لكن ليس مشتري، 500,000 جاء المشتري، أربط الزكاة على 500,000،
معك القرش ادفع، ما معك تكون في الذمة. خاطب بنت عمه 4 سنوات وأمها الآن تقول رضع منها رضع واحدة والزواج بعد العيد. يعني رأي الجمهور أنك تبتعد، لأنه لو رضع واحدة عند الجمهور تحرم، لكن إذا أخذت برأي آخر كرأي الحنابلة أو الشافعية فهي حلال لك، لكن أنصحك بالبعد. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء هذا. ودائما وأبدا نذكر أنفسنا وإخواننا بالإكثار من ذكر الله والتكبير والتحميد والتهليل هذه الأيام، فتلك أيامها أيام التسبيح والتحميد والتكبير والحمدلة ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله، أكثر من ذلك كله كما سلف. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أيام العمل الصالح فإن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. وفي رواية عند ابن حبان فأكثروا فيها من التهليل والتكبير، وكان ابن عمر وأبو هريرة تذهبان إلى الأسواق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، فأكثروا من ذكر الله في الطرقات اذكروا الله، في البيوت اذكروا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، من غير تقيد بشيء في هذه الأيام. أما أيام التشريق فلا شأن آخر ويدبر الصلوات المكتوبات. أيها الإخوة والأخوات دائما أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقد قال تعالى وهو يتولى الصالحين. أيها الإخوة والأخوات حافظوا على دينكم وعلى صلاتكم في أوقاتها، وتحللوا من المظالم، تحللوا من المظالم، فالظلم ظلمات يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دائما وأبدا نحافظ على إخوتنا الإيمانية، ولا تجرفنا السياسات عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تعبثن بنا السياسات وتقطع الأخوة الإيمانية، ولا تعبثن بنا الحزبيات وتقطع الأخوة الإيمانية، ولا تلعب بنا المذهبيات ولا الجماعات وتقطع الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية شأنها عظيم، من قطعها قطع أيضا، ومن وصلها وصل. لقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ذكروا عدة وجوه منها وصل الأخوة الإيمانية. الحمد لله والشكر له على الدوام، فنعمه لا تحصى ولا تنتهي، ونحن جميعا نتقلب في نعم الله لا الانهار، والحمد لله، فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسول الله وسؤال الوسيلة والفضيلة له صلوات الله وسلامه عليه. هذا وبعد شكر الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقنا الله إياهم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.